أنا مش فاشل ولا شخصيتي مهزوزة، أنا بحبك يا زينب. المجتمع هو اللي ضربني بومبا، الجحيم هم الآخرون يا زينب. على فكرة قولي لأبوك وأمك إن أنا بدور على شغل ومحدش معبرني خالص، مفيش حد معبرني غيرك يا زينب. أنت عارفة زينب، أنا أول ما بكلمك، أول ما بسمع صوتك في التليفون بتجيني حالة بتجيني حالة أيوة زينب، أيوة زينب، معلش أنا بركز في الكلام، معلش مش عارف الكلام راح مني في فجأة مني ليه، معلش يا زينب. أيوة يا ستي، عارف إن أنا قلتلك أول ما بكلمك وبسمع صوتك بتجيني حالة يا رب.